السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كده كنت اتكلمت عن فوائد الشوفان، سواء للتخسيس أو لزيادة الوزن أو للتضخيم أو للجسم عامة. واللي حابب يعرف الحلقة بتاعتنا أنا هسيب له اللينك في الديسكريبشن تحت. وعشان احنا منطولش عليكم، لازم تعرف إن الشوفان وجبة أساسية لذيذة جدا لو أنت عرفت تعملها بطريقة صحيحة. أنا واحد من الناس إن أنا ما بعرفش اطلع لشغلي غير لما اكون عامل فطاري من الشوفان، بصراحة كده يعتبر من افضل الوجبات اللي انا بعشقها او بحبها. طبعا الفيديو ده معمول للناس اللي ما بتعرفش تعمل الشوفان بطريقة صحيحة او صحية. هنعرف اول طريقة سهلة لعمل الشوفان. قبل ما نبدأ للطريقة بتاعتنا عشان ما نطولش الفيديو عليكم، ما تنسوش تعملوا السبسكرايب مع تفعيل زر الجرس مع الكومنت الجميل بتاعكم، ولو انتوا حابين تشرفونا انتوا واصدقائكم ما تبخلوش علينا ان انتوا تشاركوا الفيديو لاصحابكم، اكيد هتشرفونا انتوا وهم. يلا بينا بقى ندخل على الطريقة بتاعتنا على طول. كده تكون اول طريقة لعمل الشوفان انتهت، وبإذن الله لسه في طرق تانية نقدر نقول عليها ضرب نار. ولكن عشان ان هي توصل لكم، ما تنسوش تعملوا السبسكرايب مع تفعيل زر الجرس مع الكومنت الجميل، ويريد تخلوا اصدقائكم كمان يشرفونا في القناة انتوا وهم على دماغنا. وبكده نقدر نقول ما تنساش بكرة وانت نازل لشغلك تعمل الشوفان كوجبة أساسية في الفطار. واستنونا في فيديو جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.